اللي عايز اقلام اخت منى، لو عايز قلمين اخت منى بتديه. بس الورق من عنديكم، هي بس عليها الاقلام. نرنم مع بعض ترنيمة قام حقا. قام حقا قام رئيس السلام. هللو هللو يا الرب مريم قد ذهب فجر لاح في أطياب وحنوط للجسد وإذا ملكودا رجال حاجة ويسوع أمحا. أما مريم كانت خارجة ببكاء ترى قبرا فارغا. تفضل يا سيدنا. جاهزين يا شباب؟ الصوت واضح؟ طيب نشكر الله. شكرا. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. خريستوس أنست. بصوا خطتنا إيه. إحنا عندنا مفروض محاضرتين والوقت ضيق قوي عشان عندي طيار. ماشي؟ فهناخد المحاضرتين في تركيز، مش هطول، وده أحسن لكم يعني. والأسئلة كذلك أجاوبها بنعمة ربنا برضو في تركيز. المحاضرة الأولى عن خطورة اللا طائفية. وأنتوا كلكم خدام مش كده؟ طيب خطورة اللا طائفية، يعني إيه كلمة اللا طائفية؟ شعار misleading، لأن لما نقول المسيح ما عندوش طوائف وبيحب كل الناس وكلنا هنروح السماء، المهم بس نآمن بربنا، أهم حاجة قانون الإيمان وكفاية، كفاية الكتاب المقدس، كل الكلام ده ظاهره حلو لكن يحمل في داخله فكرة مش مظبوط. احنا ما نحبش يضحك علينا، ما يصحش ان حد يضحك علينا. يجب ان يكون الانسان واضح. انت عجبك الايمان الارثوذكسي، اهلا وسهلا. عندك كنيسة تانية بتحبها، روح. لكن
حكاية إن كلنا حلو وكلنا صح وكلنا حبايب وكلنا دي عايزة مراجعة شوية. حقيقة فكرة اللا طائفية هي اللا عقيدة. اللا عقيدة يعني يبقاش عندنا عقيدة واضحة ومحددة كله حلو. فالسؤال هل ده اللي قاله المسيح فعلا؟ وهل ده اللي اتبنت عليه الكنيسة منذ القرون الأولى؟ وهل ده اللي علم بيه الرسل والآباء؟ ولا ده اختراع جديد؟ احنا من جهة المحبة بنحب كل الناس، يعني مفيش سبب يخلينا نكره حد. التعليم المسيحي مش عشان انا اتمسك بيه ابقى كاره الدنيا. خلي بالكم عشان الشعارات ممكن تكون مسليدينج. كوني اتمسك بايماني لو ده معناه اكره الناس، هنلاقي نفسنا بنكره الدنيا كلها، لان المجتمعات اللي احنا فيها فيها الملحد وفيها الشاذ جنسيا وفيها البوذي والهندوسي وفيها المسلم وفيها اليهودي وفيها الطوائف المسيحية. مش معقول نكره كل الناس، احنا مش بنكره حد، لكن عشان احنا بنحب الناس نتنازل عن ايماننا. هي دي المعضلة اللي عايزة تتظبط. نحب كل الناس بصدق مش مجاملة، لأن مفيش شيء يجبرنا إن احنا نحب بالعافية. نحب كل الناس ونتعاون مع كل الناس ونحترم عقليات الناس وإيمانياتهم، لكن نتمسك بإيماننا. إيه التعارض ما بين إن أنا أتمسك بإيماني وإن أنا أحب الناس؟ السيد المسيح نفسه لما وقف يتحاكم قدام بيلاطس البنطي، بيلاطس البنطي كان وثني، هل المسيح قال له انا ما اتكلمش معاك عشان انت وثني؟ وهل المسيح عشان اتكلم مع بيلاطس البنطي واخد وده معناه انه موافق على الوثنية؟ لازم نفكر. بولس الرسول مش وقف يتحاكم قدام ولاه وثنيين. مش في مرة أغرباس الملك قال له بقليل تقنعني أن أصير مسيحيا، قال له أنا عايز بقليل وبكثير، عايز كل الموجودين يكونوا كما أنا ما عدا هذه القيود. في فرق بين التمسك بالإيمان والحب، الاثنين يمشوا مع بعض. أحب كل الناس، نتقابل ونتزاور وناكل ونشرب مع الآخرين المختلفين معانا، لكن لا يمكن نتنازل عن إيماننا. ممكن الآخر علشان يخليني أسيب إيماني يقول لي أنت متعصب، وإحنا بنحبش نكون متعصبين، فيبتدي الواحد يرخرخ شوية علشان ما يبانش إن هو متعصب. معناها ان هو ضغط عليا عشان انكر ايماني، وده ما يصحش. زي ما هو متمسك بايمانه هو ستيل بروتستانتي او غيره، طب ما تسيبني اتمسك بايماني. فهو اللي حاصل في تاريخ الكنيسه المعاصر الحديث، يعني ان كان في محاولات كتير انفيدنج، عايزين يغزو الكنيسة بفكره، لكن اللي حصل إن الشعب أكتر من الإكليروس واعيين وفهمين ومتذوقين جمال الكنيسة، فمهما عملوا ما كانش الناس بيسيبوا الكنيسة. فبدأت الاختراع الجديد، والاختراع الجديد ده مش جديد قوي، لأن لازم تعرفوا إن من أيام البابا كيرلس السادس أول من أنشأ فكرة اللا طائفية واللا عقيدة
جمعية خلاص النفوس في شبرا في شارع اسمه شارع قطة أيام البابا كرولوس السادس، وقالوا إحنا مش تبع أي طائفة، إحنا جمعية متشهرة في وزارة الشؤون الاجتماعية، واخدين تصريح إن هم يعملوا اجتماعات دينية في القاعة بتاعتهم، ويقولوا إحنا بيحضر عندنا من كل الطوائف، مش بنجيب سيرة العقيد. فاللي يجي أهلا وسهلا، ونوعدكم مش هنجيب سيرة العقيد. طبعا البابا كرولوس كان واخد باله قوي يعني، فطلع بيان ان الكنيسة بترفض هذه الفكرة من أصلها. انا احترم البروتستانتي اللي بيقول انا بروتستانتي، ممكن نزوره ونعيد عليه، ممكن نعمل اجتماعات مسكونية مع بعض، بس فاهم انا ارثوذكسي وانت بروتستانتي بس حبايب، لكن واحد يضحك عليا نقبلهاش. تقولي لا طائفية، يعني ايه لا طائفية؟ طب انتوا لما هتجتمعوا في الاجتماع بتاعكم هتعملوا ايه؟ يقول لك هنقرا كتاب مقدس، وايه تاني؟ وهنرتل، وايه تاني؟ وهنتامل في الكتاب المقدس. طب ما انت لو دخلت اي اجتماع بروتستانتي هما الثلاث حاجات دول، ترتيله وكتاب مقدس ووعظه، ليه سميتها لا طائفيه؟ ما هو سميها بروتستانت. وبعدين لما تيجي تفسر الكتاب المقدس هتفسره بأني وجهة نظر؟ يقول لك لا، ما في حاجات في الكتاب المقدس روحية مش محتاجة فكرة عقيدي، فدي اللي هنركز فيها، والحاجات العقائدية مش هنجيب سيرتها. طب ايه رأيك لو أثبتت لك ان الكتاب المقدس كله عقيدة، يبقى هتدرس ايه؟ تدرس ايه؟ هي ضحك على العقول، يعني لا يليق بإنسان يضحك علي، ولا أنا ما يصحش أضحك على الناس، غش. يجب أن أكون واضح، لو أنا بروستانتي أقول أنا بروستانتي وده إيماني، وإذا كنت عاجبينكم عاجبكم مش عاجبكم بلاش، لكن ليه نضحك على العقول؟ هل المسيح ضحك على الناس وقال لهم الوثنية كويسة واليهودية كويسة والدنيا حلوة وتعالوا مع بعض؟ كان واضح جدا في تعليمه، وأباؤنا الرسل كذلك. هقرأ لكم قول قاله القديس أثناسيوس الرسولي في كتاب اسمه رسائل الروح القدس الرسالة الأولى الفقرة 28، بيقول: دعونا ننظر إلى تقليد الكنيسة الجامعة وتعليمها وإيمانها. هنا معلمنا أثناسيوس حط 4 كريتيريا للكنيسة الصح. نمرة 1، الإيمان ده يكون من البداية. نمرة 2، أعطاه الرب. نمرة 3، كرز به الرسل. نمرة 4، حفظه الآباء. ممكن تقولوا معايا الأربعة دول؟ 1، ايه؟ من البداية. 2، اعطاه الرب. 3، كرز به الرسل. 4، حفظه الاباء. ده ترتيب زمني، قولوهم معي. 1، من البداية. 2، اعطاه الرب. 3، كرز به الرسل. 4، حفظه الاباء. لا، قولوها تاني. 1، من البداية. 2، أعطاه الرب. 3، كرز به الرسل. 4، حفظه الآباء. يعني إيه الأربع حاجات دول؟ من البداية يعني أي إيمان حد يعلمنا بيه لازم يقول لي ده موجود في الكنيسة من البداية. لو في إيمان دخل في القرن 12 13 10 الرابع الثالث ما نقبلوش. طب طالما من البداية مين اللي ادهولنا؟ المسيح نفسه. لو في حاجة في الكنيسة ما قالهاش المسيح احنا ما نقبلهاش. نمر 3، ها؟ كرز به الرسل. ما هم الرسل كانوا أمناء جدا، ولاحظوا ان هم 12 زائد 70 زائد بولس الرسول
يعني 83 رسول انتشروا في العالم كله، اللي اتقال في الشرق زي اللي اتقال في الغرب، زي اللي اتقال في الشمال زي اللي اتقال في الجنوب، كلهم بروح واحد. لدرجة في مزمور بنرتل بيه أحيانا، ركزوا فيه، يقول إيه؟ خرج صوتهم إلى أقاصي الأرض وبلغ كلامهم إلى أقطار المسكونة. الملاحظة في المزمور ده إيه؟ خرج صوتهم مش أصواتهم، جاية في الإبت جابوا اخرؤوا، لو لقيتوها مترجمة في أي حتة أصواتهم صلحها كده، لأن هي بالمفرد صوت واحد وكلمات كثيرة. نو صاجي في الإبت أوضح، بو اخرؤوا يعني صوتهم، نو صاجي يعني كلماتهم، الكلمات كثيرة لكن الصوت واحد. لا يوجد أنواع من المسيحية منذ البداية، المسيح الواحد، الفكر الواحد، الإيمان الواحد انتشر في كل العالم. وهذه يا شباب أحد المعجزات المسيحية، إن إزاي ناس بسطاء مش واخدين دكتوراه في اللاهوت، صيادين سمك، ينشروا إيمان واحد ثابت 2000 سنة في كل الدنيا. عارفين إيه اللي خلى فيه طوايف ومشاكل؟ الفلاسفة. لكن الرسل الأطهار البسطاء نشروا إيمانا واحدا في كل المسكونة. هل عشان اتفقوا مع بعض قبل ما يمشوا؟ ما حتى لو اتفقوا، عايز أقول لكم حاجة، إحنا عددنا دلوقتي ممكن بعد ما نخرج من الاجتماع يكون كل واحد يعني فهم اللي أنا قلته بطريقة غير التاني، ممكن. ومهما اتفقنا ممكن مع الوقت الواحد بيحط البهارات بتاعته، عارفين البهارات؟ كل واحد يحط اللمسة الشخصية بتاعته، فيبقى في مسيحية بطرسية، وفي مسيحية اندراوسية، وفي مسيحية تومويه، وفي مسيحية بولسية. ما حصلش، لأنهم في الحقيقة كانوا مسوقين من الروح القدس الواحد، وده سر عظمة المسيحية. تنتشر في العالم كله في وقت ما كانش فيه ميديا ولا حتى كهرباء ولا ميكروفون، ووسائل المواصلات بدائية وصعبة ومرهقة وخطيرة. يقول لك انكسرت بيه السفينة 3 مرات، ربنا يحميكم. عارفين انكسار السفينة زي ايه؟ طيارة تقع 3 مرات، يركب طيارات وثلاث مرات تقع بيه ويقوم ويشتغل. ده ايه ده؟ شيء مش ممكن. بس نشروا إيمان واحد، لأن المسيح وصاهم قال لهم علموهم جميع ما أوصيتكم به. مش كل واحد من دماغه. معلمنا يعقوب قال في رسالته لا تكونوا معلمين كثيرين يا إخوتي، علموهم اللي أنا قلته لكم. طب افرض يا رب، افرض أنا مش ذكي بكفاية وما استوعبتش كتير، ولو قلت هغلط. قال لهم محدش يتحرك إلا لما تلبسوا قوة من أعلى، لا تبرحوا أورشليم حتى تلبسوا قوة من الأعالي. إيه هي القوة اللي جات لهم الأعالي؟ ها؟ الروح القدس. يعمل إيه؟ يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم. وده اللي فرق معاهم، ده مش بس خلاهم يعرفوا، خلهم يتكلموا بألسنة. هذا الأمر أنتوا تحسوه، أنتوا الكبار تكلموا إنجليزي زي أولادكم مهما حاولتم ومهما عشتم. ممكن واحد يكون بقاله 40 سنة هنا في كندا
ولسه الانجليزي بتاعه صعيدي. ابنه اللي جاي من مصر وهو عنده 13 سنة 14 سنة الانجليزي بتاعه غير ابنه اللي اتولد هنا، صح ولا غلط؟ لان في نبرة في الصوت بتتكون واحنا اطفال. لا، الصعيدي طالع وهو عيل صغير يتكلم بنبرة كده تحس. طب دي علشان الناس تتكلم والآخرين يفهموهم صح، محتاج يتعلموا لغات، تاخد وقت، ومهما تعلموا هيطلع سكن لانجوج. روح القدس جبر الحتاد، مش فاضيين نتعلم. خد الكلمة، يتكلم باللغة زي اللي اتولد فيها، والمعرفة على أعلى مستوى. النهاردة كلنا بندرس وبنتشكك وبنراجع نفسنا وبنصحح في إيه؟ في اللي قالوه الرسل. إيه المعجزة دي؟ ناس بسطاء صيادين سمك يحطوا أساسات لاهوت العلماء بيحتروا فيها النهاردة في تفسيرها وتحويرها. دي قوة ربنا. عشان كده الإيمان لازم يكون من البداية. أي إيمانيات دخلت في الكنائس في عصور متأخرة نحن لا نقبلها. حدش ليه سلطان يدخل لي إيمان إلا المسيح بس. وأباؤنا الرسل كانوا أمناء في نقل هذا الإيمان، وديعة مقدسة. طب الأباء بقى على مر 20 قرن عملوا إيه؟ أسناس يسأل إيه في العبارة؟ نسيتوها؟ قولوهم تاني. أول حاجة من البداية، 2 من الرب، أعطاه الرب، 3 كرز به الرسل. ما الأباء عملوا إيه؟ حفظه الأباء. دوري أنا كأسقف أن أحفظ ما استلمته وأسلمه، مش أخترع. قيمة المعلم في الكنيسة إنه ينقل ما تعلمه بالحرف. يقول معلمنا بولس الرسول زي ما ربنا تمنى على الإنجيل هكذا نتكلم، لا كأننا نرضي الناس بل الله الذي يختبر قلوبنا. زي ما أتمني بتكلم. في بعض العلوم بيقيم قيمة العالم بما أنتجه جديد من فكر. يعني واحد بقى عالم من العلماء ليه؟ لأنه عمل بيبر قلبت العلم وغيرت الأفكار واكتشف حاجات ما كانش حد عارفها. عالم من العلماء. هذا الكلام لا ينطبق على علوم أخرى زي اللغات. يعني لو واحد أخذ دكتوراه PhD في 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 الإنجليزي، معناها إيه؟ اخترع لغة جديدة أو نطق جديد للكلمات؟ معناها عارف أصول اللغة. واحد أخذ دكتوراه في فقه اللغة العربية، معناها إيه؟ عارف أسرار اللغة. لكن واحد واخد دكتوراه في الكيمياء نقول له ايه الجديد اللي انت جبته لنا؟ واحد واخد دكتوراه في الجغرافيا ألف خريطة جديدة للأرض، شال جبال وحط بحار. العالم في الجغرافيا معناها عارف أصول العلم، مش بيجدد فيه. فكان بالنسبة للأمور اللاهوتية بيقيم عالم اللاهوت بأنه استلم صح بيسلم صح. عارفين زي إيه؟ الألحان. يعني كرال الترانيم لو أخذوا ترنيمة وعملوها توزيع موسيقي جديد ودلعوا الترنيمة شوية بنسقف لهم برافو جميلة قوي ده انت عملتوها بطريقة حلوة. لكن لو واحد أخذ لحن وعمل كده نقول له إيه ده؟ اللحن باص. امتى بنقيم ان الشماس ده بتاع الحان صح؟ استلم صح من مصدر صح
وبيقول من غير ما يجود، أول ما يلعلع بوظ اللحن، صح؟ أول ما يلعلع ويزود ويجود مش عارف إيه، يقول لك يعمل عرب بوظتنا اللحن. عايز تخلي الناس دي تبقى مبسوطة جدا، قول اللحن as it is. هو ده اللحن يعبر عن الإيمان، طريقته طريقة الإيمان. أنا عشان أخلي الناس مبسوطة مني أشرح الإيمان كما هو، لكن عايز أزغلل عينين الناس بإيمانيات جديدة، ده مش مجال الكنيسة خالص. إحنا مش حقل تجارب، كل اللي عنده فكرة يجي يجربها فينا. إحنا يجب أن نلتزم بالإيمان اللي من البداية ومن فم الرب وكرز به الرسل وحفظه الأباء. تخيلوا بقية العبارة يقول فيها إيه القديس أثناسيوس: على هذا الأساس تأسست الكنيسة، ومن يسقط منه فلن يكون مسيحيا، ولا ينبغي أن يدعى كذلك فيما بعد. اللي هو دخل حاجة جديدة في الإيمان أو غير حاجة، ما ينفعش بحسب حكم القديس أثناسيوس قال ما ينفعش يبقى مسيحي. عشان كده تلاحظوا أيام القديس أثناسيوس كان في مسيحيين وفي أريوسيين، لكن اللي مشي وراء إيمان أثناسيوس ما سمعناش في التاريخ إن اسمهم أثناسيوسيين، صح؟ ما سمعناهاش لأنه ما كانش بيجيب الناس ليه، كان بيجيبهم للمسيح. أريوس بيجيب لفكر أريوس، فاللي تبعوه اسمهم أريوسيين النصاطرة. لكن إحنا مسيحيين لأن إيماننا قالوا المسيح ونقالوه الرسل وحفظه الآباء. قديس كيرلس الكبير زي ما أثناسيوس قال التعبير الحلو ده، قال إيه؟ قال: نحن نفسر تدبير مخلصنا كما فسره الأباء القديسون، فنحن نهذب عقولنا بقراءة أعمالهم ونتتبع خطاهم، ولا ندخل شيئا جديدا على تعاليمنا الأرثوذكسية. عشان كده كيرلس اسمه الكبير، اسمه عمود الإيمان. ليه عمود الإيمان؟ لأنه ما دخلش حاجة جديدة. أنتوا نفسكم تخيلوا أن في أب كاهن دخل في الكنيسة قال النهاردة يا جماعة بدل القداس هنعمل اجتماع صلاة، إلغي القداس، وكان مجهز معاه نصوص هو اللي مألفها وألزمنا نصلي بيها. تلاقي نفسه الإيه ده الجديد ده؟ احنا ما تعودناش على احنا ما استلمناش كده. في غير معاد القداس عايز تعمل حاجة برايفت بتاع اوكي، لكن تلغي القداس عشان تعمل حاجة تانية ده ما حدش يقبلها. ليه؟ لان احنا استلمنا كده، وده سبب ثبات الكنيسة ورسخها على مدى 20 قرن، 21 قرن. لعلكم تعرفوا ان في كان مؤرخة انجليزية اسمها مدام بوتشر كتبت كتاب اسمه تاريخ الأمة القبطية المترجم عربي، كتبته في بداية القرن 20 يعني 1901 حاجة، مش فاكر التاريخ. في مقدمة الكتاب بتقول ان الناس كلها بتتكلم عن عجائب الدنيا 7. قالت: انا شفت بعيني العجيبة رقم 8، وجود مسيحيين في مصر حتى اليوم. طب هي وهي بتدرس التاريخ بتاع الكنيسة أو تاريخ الأقباط في مصر، قالت ليه العبارة دي؟ قالت لأن العوامل اللي تؤدي إلى القضاء على المسيحيين في مصر كانت كتيرة جدا،
فإزاي لغاية دلوقتي في ناس مسيحيين؟ دي معجزة. لما احنا نيجي ندرس طب ايه أسباب المعجزة؟ ليه في أماكن أخرى المسيحية اتمسحت وفي مصر لسه موجودة؟ فقالوا ثلاث عوامل. نمرة واحد الرعاية، يعني الكهنة رعاه يسأل عليا ويزورني في البيت ويجيبني ويحل لي مشكلتي ويتابعني ويشوف ده ويشوف ده، بعض الرعاوي في كنيستنا مش موجود عند حد تاني. نمرة اتنين الليتورجية، صلوات اللي بنصلي بيها دي مثبتة الناس أو في الكنيسة. وانتوا تدوقوا مثلا، شوف قداسات الصيام الكبير طعمها ايه، شوف البسخة طعمها ايه، شوف أبو غلامسيس ليلة العيد بهجت كل مناسبة خلت الناس مربوطة بالكنيسة، سهرات كياك. ونمر التلاتة ثبات الإيمان، لأن المسيح قال عن الإيمان إيه؟ على هذه الصخرة أبني كنيستي. بقى الإيمان بالنسبة لنا هو الفاونديشن، الأساس. ولو أنا عايز أبني مبنى ضخم زي كده، أي مهندس في الدنيا يقول لك أهم حاجة إيه؟ الأساسات. الأساسات دي يتبذل فيها وقت ومجهود وفلوس. وانت شايف ده احنا عندنا في مصر الارض بقت هشه جدا والمياه الجوفيه قريبه جدا، خصوصا في القاهره يعني قريبه جدا من الارض. النهارده اي مبنى عايز تبنيه لازم يتعمل خوازيق من الخرسانه، يعني زي العواميد دي، عواميد لتحت، ويتحط عليها حصيره من الخرسانه عشان يتبني المبنى. ممكن الفلوس اللي بتدفع تدفن في الأرض قد المبنى كله، بس دي تضمن المبنى إيه؟ يعيش. فأنت بترمي خرسانة في الأرض عشان تقوي الأرض، تبذل فيها جهد مالي كتير جدا ومش بنستخسره عشان تبني حاجة، أي عمارة أي برج أي كنيسة. طب انت عايز تعمل انهيار للمبنى ده، اضرب الاساسات، ودي شغلانة الشيطان. مش عاجبه ان الكنيسة ستيل سيرفايف، يعمل ايه بقى؟ عايز يغير الايمان، الناس واعية ومش بتغير. عايز يشغل الناس عن الكنيسة، الناس حابة الكنيسة وعايشة فيها. عايز يطلع بدعة وهرطقات، رجال الكنيسة مصحصحين قوي بيردوا على كل هرطقة بمنتهى طولة البال، والناس بعد ما يتشتتوا يجمعوا تاني، فيطلع في الآخر يقول إيه؟ مش مهم العقيدة، إحنا هنقعد نتخانق علشان أمور عقائدية. ما تخليها الدنيا ببساطة، المسيح بيحب كل الناس، هو على باب السماء هيعمل امتحان، واللي ينجح يدخل، ما ينجحش ما يدخلش. هو المسيح أرثوذكسي؟ أسئلة بقى إيه من نوع ده، عشان في الآخر تقول لا مش أرثوذكسي ولا كاثوليك ولا بروستانت، المسيح كده ما بيحبش الطوائف. نزل علينا في مصر من عدة سنوات مجموعة شباب أصلا مصريين بس مش عارف عايشين في أمريكا ولا إيه، وعملوا مؤتمر في فندق ضخم جدا في مصر الجديدة، ودعوا إليه الشباب. عنوان المؤتمر إيه؟ Jesus hates religion، يسوع يكره الدين، التدين. ومحور اللقاء هو أن المسيح ما جاش عشان يؤسس دين، المسيح جه عشان نحبه ونعيش معاه. وطرحوا سؤال في الآخر خالص، انت عايز اهم مين عندك، اهم مين، يسوع ولا الكنيسه؟ الاجابه المنطقيه ايه؟ يسوع. طب خلاص مش مهم الكنيسه، روح اي كنيسه بس المهم تحب يسوع. احنا هو مش بنخطف حد من كنايسه، روح اي كنيسه بس المهم تحب يسوع. ففي شباب من عندنا كان راح يشوفوا ايه الحكايه، جم حكولنا القصص دي.
فواحد قال لي فعلا طب ايه الإجابة على السؤال ده، يسوع ولا الكنيسة؟ قلت له هذا السؤال معناها ان في بنت جاي لها عريس، قلنا لها تحب تاخد راسه ولا جسمه؟ اختاري، تاخد راسه ولا تاخد جسمه؟ هو مش الكتاب المقدس قال المسيح رأس الكنيسة؟ كيف أختار ما بين الرأس والجسد؟ ما هو على بعضه، هو الكنيسة واحد. السؤال مضلل. أحياناً كتير بقى السؤال نفسه غلط، لكن إحنا بناخد المسيح بكنيسته. عشان كده إحنا بنرفض اللا طائفية واللا عقيدة، لأن الإيمان اتبنى على أساس عقائدي، الكنيسة اتبنت على هذا الأساس وهي مستمرة. نهدها ليه؟ نهدها ليه؟ يعني لا سمح الله لو جه النهاردة واحد وقف في الكنيسة قال يا جماعة بقترح الكنيسة دي نهدها ونبني واحدة جديدة، تقول له ليه يعني؟ إيه العيب اللي فيها؟ كنيسة وجميلة وحبناها وواسعة وهوية ونورة وتعبنا فيها ودفعنا فلوس وعرق ووجع قلب، وأي كنيسة في الدنيا في العالم كله لما بتتبني مش not so easy، يعني بتاخد إجراءات وقصص، نهدها ليه؟ فليجي يقول للكنيسة القبطية نهدها، نهدها ليه يعني؟ إيه العيب اللي فيها عشان نهدها ونعمل حاجة لا طائفية؟ ما هو اللي حفظ هذا الكيان الإيمان، إزاي نستغنى عنه؟ لو أنا بصيت على العبارة اللي قالها القديس أثناسيوس، رجع معايا قال أول حاجة إيه من البداية؟ اثنين أعطاه الرب، ثلاثة كرز به الرسل، أربعة حفظها الأباء. على فكرة لو أنتوا نسيتوا كل اللي أنا قلته افتكرت الأربع كلمات دول more than enough. ممكن أقولهم تاني؟ لا كلكم. من البداية أعطاه الرب، كرز به الرسل، حفظه الآباء. على فكرة أنا بخاف أعمل كده. فباجي عند نمرة أربعة وأعمل كده. ما بيصوروا. يقول لك الرجل ده بيأيد. لما يجي واحد يقول لي لا طائفية ولا عقيدة، قال له هل الفكرة دي من البداية؟ لا. على فكرة اليهود نفسهم كان عندهم طوائف والمسيح ما كانش موافق. أقول لكم بدليل إيه؟ حد يكتشف الدليل اللي أنا ناوي أقوله؟ صدقيين، أشكرك، لقطها. كان إيه إيمانهم؟ مفيش قيامة، مفيش ملائكة، ومفيش أرواح. هل المسيح قال لهم it is okay ما جراش حاجة ما جاتش على دي؟ لا، قال لهم أما من جهة قيامة الأموات، أنتوا قارين عند موسى أن ربنا لما ظهر له في العليقة قال له أنا إله إبراهيم، إله إسحاق، إله يعقوب. ليس الله إله أموات بل إله أحياء، الجميع عنده يحيون. تضلون إذ لا تعرفون الكتب ولا قوة الله. صحح لهم الفكرة. اليهود المتعصبين اللي كانوا بيتمسكوا بالسبت لدرجة اتهموا المسيح انه كاسر السبت، ما قال لهمش ما يهمش، شرح لهم. وكان بيقضي وقت كتير جدا في التعليم. اجي انا باستيكة اقول مش مهم اللي قاله المسيح، انا اقول مش مهم تعليمه عن الروح القدس، تعليمه عن الآب، تعليمه عن المعمودية، وتعليمه عن الإفخارستي، تعليمه عن قيامة الأموات وعن الزواج والطلاق، ما سابش حاجة. أجي أنا أقول دي مش مهم، المسيح يتكلم وأنا أقول مش مهم؟ بأي جرأة، بأي جسارة حد يتجاسر ويلغي ما قاله المسيح أو يقلل قيمته، يقلل قيمة ما قاله المسيح؟ من البداية في أمور واضحة. نمرة اثنين أعطاه الرب، كيف يعطينا الرب إيمانا؟ وبعدين نقول مش مهم. ما
فيجي المسيح يقول جسدي مأكل حقيقي ودمي مشرب حقيقي، مترجمة في العربي مشرب حق ومأكل حق، لكن انتوا عاملينها في انجليز صح. My body is food indeed and my blood is drink indeed. مأكل حقيقي ومشرب حقيقي. ويجي واحد يقول لي مش مهم الموضوع ده، وقت بيشغل الناس على الفاضي. ده المسيح اللي قال. ونمر الثلاثة ان الرسل كرزوا به. قالوا لي هل الرسل كرزوا ببساطة والدنيا سهلة معاهم، ولا سفكوا دماءهم من اجل هذا الايمان؟ هم الرسل رخاص علينا ولا غاليين؟ يعني واحد اتسحل في شوارع اسكندرية ماري مرقس عشان يسلمنا ايمان مستقيم، نيجي في اخر الزمن بعد 20 قرن يقول مش مهم، ده مش مدفوع بس في دم المسيح الغالي، دماء الشهداء ودماء الرسل جميعهم نالوا كليل الشهادة. عشان ايه؟ خلي بالكم الموضوع اللي انا بتكلم فيه النهاردة، ممكن حد من اللي قاعدين، ودي وارد يعني، يكون قاعد يقولك انا مش عاجبني الكلام ده، انت بتنشر التعصب والكراهية، مفيش مانع، عشان انا مش عايز حد يقول عليا كده. هقول لكم يا جماعة، فكرة الله طائفية دي فكرة جميلة جنتل ولطيفة، وعديها بقى، مبسوطين مبسوطين. ما كان الرسل كانوا ممكن يعملوا كده، هما ليه كانوا بيضطهدوهم؟ لأنهم بيقولوا كلام مخالف للي موجود. قالوا عنهم ما هذا التعليم الجديد الذي يتكلم به عن بولس الرسول. ما هو لو بيهودهم بياخدهم على قد عقلهم وبيقول كله حلو، كانش حد اضطهده، لا اليهود يزعلوا ولا الأمم. لكن لما تلاقوا كل الرسل كلهم بلا استثناء قابلوا شدائد كثيرة جدا في كرازتهم بالإنجيل، نسأل السبب ليه الناس دي كانوا كل ما يروحوا حتى يضربوا. ده بولس الرسول في مرة من المرات رجموه وبعدين جروه خارج المدينة ظنين أنه مات. أنا شخصية متعجب للقصة دي، يعني الرجم ده الواحد فينا لو رجله اتلوحت محتاج يعمل لها شغل جراحي ويقعد كم أسبوع نايم وعلاج طبيعي بتاع ده، بترجم بالحجارة لحد ما مات، وبعدين جروه خارج المدينة وخلاص خلصنا منه. فلقى نفسه يقدر يدخل، قام نفض هدومه ودخل نفس المدينة يكمل الكرازة. أقول له يا معلمنا بولس مفيش جرح مفيش خدش مفيش شرخ في العظم مفيش كسر، ده رجم، هما كانوا بيرجموك بالقطن، ده إيه الأعجوبة دي؟ واحد إزاي بعد ما ترجم يقوم يكرز بنفس الإيمان اللي ترجم بسببه؟ ونيجي احنا النهاردة نقول مش مهم الحاجات دي مش مهمة. أباؤنا الرسل بذلوا جهد، كلهم اتسجنوا واتضربوا واتجلدوا واتشتتوا وصودرت ممتلكاتهم كل ما تتخيلوا، وفي الآخر جميعا نالوا إكليل الشهادة باستثناء مين؟ يوحنا. ويوحنا ده نال من الحب جانب، يعني شاف سفر الرؤيا فين؟ بطمس، كان ساعتها بيتفسح، كان منفي. ربنا سمح ان هو بعد ما اتعذب واتسجن وكل حاجة يطول عمره شوية، علشان كان بقى هو اللينك ما بين الجيل الاول والجيل الثاني. يعني تخيلوا كده ان في فترة الناس ما شافوش الرسل كلهم سنة 100 ميلادية، لكن عندهم يوحنا راجل عجوز وكبير يروحوا له عشان يشوفوا ريحة المسيح فيه. فربنا كان سامح بدي، لكن برضو ما كانتش حياته سهلة. كلمة كرز به الرسل معناها إيمان واضح ومحدد،
تعبيراته في منتهى الدقة، وكانوا بيرفضوا الحاجة الغلط، لدرجة لما حد قال مفروض ان الاممي عشان يبقى مسيحي لازم يعدي على مرحلة التهود، قالوا هتبرجلونا ليه؟ يلا نعمل مجمع عشان نتفق ويبقى رأينا واحد. وعملوا مجمع في أورشليم مذكور في إصحاح 15 سفر الأعمال. وفي الآخر كونكلوجن بتاع المجمع إيه؟ رأى الروح القدس ونحن، وبقى قرار ملزم للكل عشان يبقى رب واحد إيمان واحد مع مديع. ساعتها كانوا ممكن يقولوا يا جماعة ما تفرقش، اللي عايز يتهود يتهود، مش عايز يتهود ما يتهودش، ما يخسرش حد، زعلش حد، بنحب بعض. قالوا لا، في إيمان واضح ومحدد. أما رابع عبارة اللي هي حفظه الأباء، ده مشوار طويل، 20 قرن لم يخلو قرن من وجود شهود أمناء للمسيح يحفظوا الإيمان. بولس الرسول كشف لنا في رسائله إلى تيمساوس وتيتوس أن يرسم أسقف عشان يحفظ الإيمان. كلمة أسقف إيه باليوناني؟ إبسكوبوس. سكوب يعني منظار، منها كلمة تلسكوب ومايكروسكوب. سكوب يعني بيشوف بعينيه، وإيبي يعني من فوق، الناظر من فوق. فوق دي مش معناها التعالي، لا، ده هو عنده إبرشية باصص عليها من فوق، يشوف أبونا ده بيقول إيه، وأمين الخدمة ده بيقول إيه، والشماس ده بيقول إيه، ويظبط الدنيا ويحفظ الإيمان. أبونا الكاهن يرعى الشعب ويتمم أسرار الكنيسة ويعلم التعليم المظبوط. الإبسكوبوس يظبط دفة الإيمان عشان الكنيسة تمشي زي السفينة في المسارات السليمة، ما تخبطش في صخرة. عارفين السفن في البحر أكتر خطر يتعرضوا ليه، بالإضافة طبعا للزوابع والرياح، صخور، لأن في جزء كبير جدا من السفينة مش شايفينه بعينينا بيمشي جوه البحر، لو خبط في صخرة ممكن السفينة تتكسر. فربان السفينة عارف فين الصخرة يحاول من ناحيته من جنبها. فعشان كده الإبسكوبوس في الكنيسة معناها يحفظ الإيمان. طغمة حطوها من أجل، قال كده بولس الرسول، تركتك في كريت عشان تحفظ الوديعة دي وتكمل ترتيب الأمور الناقص وتقيم القصوص اللي هو مكتوبين في النسخة العربية شيوخ بريزفيتيروس. يجي واحد بقى من أبناء هذا الجيل يقول لك إيه لازمة كل الكلام ده، مع أستيكة، ويمسح كل الجهاد اللي الكنيسة عملته. أتخيل إن في راجل عصامي، عارفين كلمة عصامي في العربي يعني إيه؟ يعني ابتدى من الزيرو، لا كمان من الماينس، يعني راجل اتولد لقى نفسه جده مديون وعليهم ديون متلتلة، بس هو مجتهد، بدأ من تحت الصفر يشتغل 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 يشتغل، وعمل ثروة عظيمة جدا وشركات، وعمل 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 وعمل، وبقى ملياردير ويمتلك أسطول أو شركات أو حاجة زي كده. بعدين جه ابنه قال له بابا إيه لازمة التعب اللي انت تعبته؟ وراح ماسك أوراق الممتلكات دي كلها مقطعها وحرقها في النار. إيه الحماقة دي؟ ودي في أمور مادية وتبقى حماقة، إشحال في أمور إلهية. كنيسة شقيت وتعبت على مدى 21 قرن عشان تسلمنا إيمان مستقيم، الدفع فيه عرق ودم وجهد عشان إحنا كمان نستلم ونسلم إيمانا مستقيما. اوعوا تنخدعوا بالفكرة بتاعت اللا طائفية او اللا
عقيدة. لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد آمين. شوف الأسئلة. حد بيسأل عايز تسلسل بسيط عن الجسد والدم في العهد القديم في المفهوم الأرثوذكس. طبعا الجسد والدم هو جسد المسيح، وأنتم تعلمون أنه في العهد القديم لم يكن المسيح تجسد، هو موجود بس بدون جسد. فإذا جسد ودم دول مرتبطين بالتجسد اللي حصل في ملء الزمان، لكن هناك رموز وإشارات عديدة جدا في العهد القديم عن سر الإفخارستيا، لأنه هو سر الحياة. فمن ضمنها مثلا المزمور بتاع الرب رعي، يقول لك ترتب قدامي مائدة تجاه مضايقي. ركزوا في المزمور ده، يعني ايه ترتب قدامي مائدة تجاه مضايقية؟ يعني مضايقية دول ايه؟ المائدة اللي تضايقهم يعني او تغلبهم. ايه المائدة؟ هي الإفخارستي، والمضايقين هم الشياطين، وتجاه مضايقية معناها against my enemies. فانت رتبت لي مائدة تغلب العدو بتاعي. منها وليمة الحكمة بتاعت سفر الحكمة أو سفر الأمثال. الحكمة بنت بيتها، نحتت أعمدتها السبعة، ومزجت خمرها إلى آخر. ومنها المن النازل من السماء، ومنها المية اللي خارجة من الصخر، ومنها اشتراك ربنا مع إبراهيم في المائدة لما قعد أكل معه، ومنها تقدمة اللي قدمها ملك صادق لإبراهيم خبز وخمر، ومنها البركة التي أعطاها يعقوب لابنه يهوذا اللي هو هيجي من نسله المسيح، وقال فيها حنطة وخمر، ومنها البركة اللي ادها إسحاق ليعقوب بدل عيسو. ولما جه عيسو يعيط ويقول له أما أبقيت لي بركة؟ قال له أعمل لك إيه؟ أنا عضضته بحنطة وخمر، هديك إيه أنت؟ ثم تديني أنا كمان حنطة وخمر. لو حنطة وخمر بالمعنى الليترالي إنه مجرد عنب وقمح كان قال له زي ما اديت أخوك أديك، لكن لما معناها هيجي من نسل المسيح اللي هو هيبقى حنطة وخمر، معناها مش ممكن هيجي من نسلك ومن نسل إلى آخره. في نبوات كتيرة، طبعا ده موضوع الواحد. السؤال بيقول في القيامة هنقوم بأجساد نورانية، طب بالنسبة لحد متبرع بالكلية والكبد وغيره كيف تكون أجسادهم؟ بولس الرسول شرح، قال ان احنا نزرع جسما حيوانيا ويقام جسما روحانيا. انا عايز اطلع جاية في الانجليزي ايه حيواني وروحاني ده، في كورنثوس الاولى 15. بيقول however the spiritual is not first but the natural and afterward the spiritual. ولما جاء it is sown a natural body it is raised a spiritual body. There is a natural body and there is a spiritual body. natural body هنا يقصد بها ايه؟ الجسد الطبيعي
مترجمة في العربي جسد حيواني، يوجد جسم حيواني ويوجد جسم روحاني. يعني إيه حيواني؟ هو إحنا الجسد بتاعنا جسد حيوان ولا جسد هيومن ولا أنيمال؟ هيومن. ليه سماه حيواني؟ كلمة ناتشرال معناها الجسد اللي فيه الأجهزة البيولوجية اللي بتخلينا عارف عيش. عشان نعرف نعيش على الأرض محتاجين ناكل، والأكل محتاج جهاز هضمي، ونتيجة الهضم الغذاء اللي بناخده في شكل خضروات أو لحوم بيتحول إلى مواد أولية. عشان يروح لكل الجسم لازم جهاز دوري يحمل الغذاء دوت ويوصله لكل الجسم. عشان يوصل في الخلايا ونستفيد بيه لازم يتم احتراق. الاحتراق محتاج أكسجين، يبقى لازم في جهاز تنفسي يوصل لنا الأكسجين. نتيجة الاحتراق هيبقى فيه ثاني أكسيد كربون وفيه عوادم. العوادم دي بتطلع في العرق والبول والنفس، كل دي عشان كده محتاجين كلية ومحتاجين غدد عرقية ومحتاجين الرئتين. طيب الغذاء اللي احنا أخدناه أحيانا بناكل كتير وأحيانا بنبقى صايمين، لازم يبقى فيه مخازن تخزن الغذاء لوقت الصيام. ربنا عمل لنا كبد. طيب الدم اللي بيوزع الحاجات دي هكذا، يعني كل مرتبط ببعض. طب احنا لما نطلع السماء اساسا ما فيش اكل وشرب عشان نحتاج، عشان كده سماه الجسم ده يبقى روحاني. فالاجهزه البيولوجيه دي ملهاش احتياج، هنقوم بنفس الجسد لكن في موديفيكيشن. الحاجة اللي عارفين زي ايه؟ ليه في الانسان في ابندكس اللي هي الزائدة الدودية؟ بيقولوا زمان لما كان الانسان يأكل اعشاب كان دي حتة طويلة بتخدم الاعشاب. لما بدأنا ما ناكلش اعشاب زي الحيوانات بقت ضامرة، بقت حاجة زي لتها موجودة في الجسم، زائدة الدودية. فاحنا لما هنقوم بالجسد بس واخد طبيعة جديدة تناسب السماء. فاللي متبرع بكليته أساسا مش محتاجها لما يقوم، واللي اتزرع له كلية أساسا مش محتاجها لما يقوم. فيبقى الجسم بتاعنا، على فكرة كمان في السماء مفيش محلات ملابس. ليه بقى؟ لأن احنا هنتسربل بالنور، جسمنا هيبقى منور، كل الجسم ده متغطي بنور. عشان كده مش هنحتاج بقى شتوي وصيفي وحاجات دي كلها مش موجودة في السماء. واحد بيقول كنت في سوبر ماركت ورأيت واحد بياخد شيء ويعدي في الكاشير دون أن يحاسب عليه، فبلغت عنه الكاشير، هل أكون في حالي أفضل وأستر عليه؟ برجاء الإيضاح. لا، هو طبعا الإنسان مش مفروض لما يلاقي حاجة غلط يعديها يعني، بس أحكم، مش قاعدة عامة يعني، أحكم في كل موقف إيه اللي أقدر أعمله أو ما ليش دعوه حسب الموقف اللي أنت فيه. ماذا نفعل لو حد بيعلم بتعليم خاطئة لأولادنا ولا يسمح بأي نصيحة بالتغيير؟ مش مفروض طبعا، الأمانة تقتضي إن احنا نعلم التعليم السليم كما استلمناه من أبائنا. أنا عارف إن في بعض الناس لما بيعلموا بتعليم غلط يقولك ده هو ده الصح واللي انت بتسمعه في الكنيسة غلط. قل له يعني أمشي ورا كنيسة ولا أمشي ورا حضرتك؟ يعني هو إحنا البيرسون باقي ولا الكنيسة هي اللي باقية؟ نمشي ورا كنيسة أحسن، وربنا يتوب الناس اللي هم عمالين يتعبوا الكنيسة بالتعليم الخاطئ. بيقول أولادي في مدارس أحد سن 12 ل 15 بيقولوا ان الكنيسة القبطية strict and conservative عن باقي الكنائس،
في تعاليم أولد فاشند من القرون القديمة وdoesn't make sense في الزمن اللي احنا فيه دلوقتي، أو إن دي تعاليم أو طقوس ممكن في مصر بس صعب نمشي عليها في ظل الثقافة الكندية. الله لا يتغير مع الزمن ولا مع المكان، يعني الله اللي في مصر هو اللي في كندا، الله اللي في القرن الأول هو اللي موجود دلوقتي. وزي ما قلت لكم في وسط كلامي، اقنعوا الولاد بكده ان في بعض العلوم تتطور لكن في علوم تاني لا تتطور. وديهم المثل بتاع الجغرافيا واللغات، يعني مثلا احنا في مصر ممكن ننطق الانجليزي بطريقة مختلفة عن هنا حسب ما سمعنا، يعني مدرس للانجليزي اساسا هو مصري. هل من حقك تيجي هنا في كندا تقول لهم يا جماعة انتوا بتكلموا انجليزي غلط، انا عايز اعلمكم الانجليزي اللي احنا اتعلمناه؟ هل من حقنا نعمل كده ونقول لهم ده حاجة غلط اللي انتوا بتعملوه؟ طب دي لغتهم، المفروض العكس، ان انا اتعلم منهم، ان اهل اللغة هم اللي بيتكلموها اللي اتولدوا فيها. فاذا كان كده في اللغة نيجي في الإيمان نقول ده مش مناسب وهنغير فيه. ممكن الفكرة بتاعت اللغة دي بالذات قريبة لذهن الأطفال، لأن هو ممكن يضحك على بابا وماما في النطق بتاعهم فيقولوا له طب إحنا مفروض نظبط نطقنا عليك ولا أنت تظبط علينا؟ يقول أنا طبعا لأني اتعلمت في الحضانة وفي المدرسة النطق المظبوط. نقول له كده برضه في الكنيسة فيها الإيمان المظبوط، واللي عنده إيمان غلط يجي يظبطه على الكنيسة، مش الكنيسة تظبط نفسها على إيمان الناس. هل الروح القدس موجود عند كل الناس حتى غير المسيحيين؟ لا طبعا. أمال إيه فائدة المعمودية؟ بصوا الضمير اللي هو برضو من عند ربنا موجود عند كل الناس، لكن الروح القدس مش عند كل الناس. والضمير ممكن يتغير، يعني ده بقى الضمير الكندي غير الضمير المصري حسب النوع. يعني في المجتمعات الغربية على ما أعرف يعني ما يحبوش الكذب، صح؟ يعني الزنا عديها، لكن الكذب لا. عندنا في مصر العكس، الكذب ده بناكله ونشربه طول النهار والليل، حتى يعني في حاجات ما تستاهلش. انت جبت الفستان ده من فين؟ تقول من حتة الفلانية، وهي جايبها من وكالة البلح، ما احنا عارفين يعني. احترامي لابونا في شوية. كذب يعني حاجة مزاج في أمور ما تستاهلش، لكن عندنا الحاجات السيكشوال دي بالنسبة لنا مرعبة. فده ضمير بيتكون بيتشكل حسب المجتمع والثقافة والبيئة والتربية، لكن الروح القدس في مصر زي كندا، الكتاب المقدس في مصر زي في أي حتة، ده ما يتغيرش. حد طالب صلوات وسايب رقم. حد بيقول يوجد اختلاف عندنا في الكنيسة من ناحية المية ساعة تقدمة الحمل. يعني ايه الاختلاف في المية ساعة تقدمة الحمل؟ وأؤمن وليس نؤمن في تقديس الجسد. بصوا احنا عندنا كمية من المشاكل اللاهوتية والمشاكل مع المجتمع تكفينا نحاول نحلها، ما تخلقولناش مشاكل جديدة. يعني نتخانق على مية جت الناحية دي ولا جت الناحية دي، مش معقول. يعني الحاجات دي ما تبقاش موضوع خلاف،
نؤمن ولا أؤمن؟ يعني دي برضو مش موضوع خلاف. الكارثة في الشذوذ الجنسي، كارثة في الإلحاد، الكارثة لما يجي حد يقول لك ما ورثناش الخطية الأصلية، هي دي اللي نتكلم فيها. لكن المية يقف بيها جنب الحمل ولا في الهيكل ولا هنا ولا هنا، دي مش مشكلة، مش هي دي بقى القضية اللي نعمل عليها خلاف. احنا عندنا ما يكفي يعني. على رأيك انا برضو مش عايز اختلف معاك. مش عايز اخلي الاتنين زي بعض. بس اقول لكم ليه الاتنين زي بعض، مش بس عشان امشي حالي يعني، لان احنا في الكنيسة، ركزوا معي، احيانا نتكلم بصيغة المفرد برهان ان الكنيسة كيان واحد. يعني لما نيجي مثلا في القداس الغرغوري اقول له من اجلي الجمت البحر، من اجلي انا يعني ابونا، ولا من اجلي مين؟ الكنيسة كلها شخص واحد. من أجلي أظهرت طبيعة الحياة، أخضعت كل شيء تحت قدمي، لم تدعني معوزا شيئا. إحنا بنتكلم كلنا على إننا واحد، فدي لغة. وممكن نتكلم بصيغة الجمع زي مثلا أبانا الذي مش أبي الذي في السماوات، اغفر لنا ذنوبنا مش اغفر لي. فالاثنين صح. صح، اللي انت عايزه نعمله له. سؤال: عندما أنكر بطرس المسيح خرج خارجا وبكى بكاء مرا، فاعتبرته الكنيسة أنه تاب، هل الدموع على الخطايا يحسبها الله توبة؟ طبعا. ده في سفر النشيد بيقول: حولي عينيك عني لأنهما قد غلبتاني. دموع التوبة دي عند ربنا ليها قوة. بس طبعا مع الدموع في حاجتين: أسيب الخطية واعترف. مش كل يوم بغلط واجي الكنيسة اعيط وارجع اغلط. يعني انا وانا بعيط عارف ان انا هخرج من الكنيسة اروح مكان الخطية؟ لا، ما يبقاش كده توبة. سؤال: ماذا عن الطقس؟ هو اتغير مع القرون وزاد ونقص مع الوقت، ليه ما نطورش فيه حسب الوقت والزمن طالما هو مش تعليم الرسل؟ طبعا معك حق، الطقس غير العقيدة، غير التعليم. يعني الطقس هو الممارسة الروحية، فقابل انه يحصل فيه تطوير. وخصوصا احنا عندنا برانش من العلوم اللاهوتية اسمه تاريخ الليتورجية، والدارسين في تاريخ الليتورجية دول بيجدوا متعة جميلة في انه يبص على المخطوطات ويلاقي المخطوطة دي في القرن 13 وصفت الصلاة دي بالطريقة الفلانية، في القرن 14 في تغييرة صغيرة ويبقى عارفين ايه السبب، وهكذا. هديكم مثل واحد عشان الوقت راح خالص، سابقت 1:30. زمان ما كانش فيه لقان لعيد الغطاس، كان اللقان خميس العهد وعيد الرسل. خميس العهد عشان المسيح غسل الرجلين، وعيد الرسل لأن المسيح قال لهم اغسلوا بعضكم أرجل بعض. عيد الغطاس ما كانش فيه لقان، امال كان فيه ايه؟ كان المصريين يخرجوا يروحوا النيل يغطسوا في النيل،
ودي تبقى احتفال بأنهم غطسوا، يعني حاجة رمزية، غطسة مع المسيح. الاحتفال ده في أيام الدولة الفاطمية وصل إلى ذروته، إن كان الخليفة الفاطمي يحضر الاحتفال ده مع البطرك، زي ما دلوقتي مثلا السيسي يجي يعيد علينا في عيد الميلاد. فكان وقتها الخليفة الفاطمي يخرج مع الأقباط ومع البطرك إلى النيل ويغطسوا في الماء، وكانوا بيعملوا فوانيس من البرتقال. طبعا الغطاس في يناير بيبقى هوا وساعة، فكانوا هما ماشيين رايحين النيل ينوروا شموع عشان ما تطفيش، يحطوها في قشرة اليستفندي دي أو البرتقال، وطلع منها التقاليد القديمة دي. لكن حصل بعد كده إن الخليفة ده اتغير، الدولة الفاطمية وقعت وقامت مكانها دولة تانية، فبدأوا المسيحيين هم يروحين يتغطسوا في النيل يضربوهم بالطوب حبايبنا يعني. فحفظا للسلام قالوا يا جماعة بدل ما نعمل الاحتفال اللي بيستفز الناس وننزل في النيل كل سنة حد يتعور ولا يموت، احنا نعمل مغطس في الكنيسة نغطس فيه. بقى في كنائس لغاية دلوقتي مثلا في مصر قديمة كنيسة أبو سفين وكنائس أخرى ست بربارة زون، في آخر الكنيسة في حوض كبير جدا في تحت الأرض اسمه المغطس، ده غير اللقان وغير المعمودية. كان في ليلة الغطاس يملوه مية والمسيحيين ينزلوا يغطسوا بهدومهم يطلعوا ويفرحوا. طالما عملناه في الكنيسة بدأ يعملوا له طقس، فراحوا حاطين له طقس شابه بتاع عيد الغطاس بتاع خميس العهد وعيد الرسل، وصار اللقان بتعمل 3 مرات في السنة، وده تاريخه. أدي اللي بيتغير في الطقس، إن في حاجة تتطور، حاجة تدخل، حاجة تتلغي علشان الظروف السياسية أو الحاجات دي. لما نيجي النهاردة واحد يقول عايزين نغير الطقس، نقول له من حيث المبدأ لا مانع، بس حضرتك عايز تغير إيه؟ إيه اللي محل مش حلو في الكنيسة عايزين تغيره؟ وإيه السبب؟ هل التغيير من أجل التغيير؟ ولا التغيير علشان في حاجة مش مناسبة ولازم نعمل لها نوع من التطوير؟ هنا بيقول مثلاً قداسات الصوم بتكون 9 صباحاً لكبار السن، ليه بنصلي الإجبية لغاية 12؟ وأمثلة كتير. المبدأ بتاع الإجبية إن إحنا ممكن نجمع صلوات نصليها مع بعض موجود، إيه المشكلة إن إحنا هنصلي من 3 لـ 12 حتى لو هنطلع بدري؟ لأن إيه بقى؟ اللي حضر معايا القداس وتناول، أنا مش ضامن إنه لما يروح البيت هيقعد يصلي بقية الإجبية، ما جايز عنده شغل، جايز عنده أي اهتمامات، هنصلي وإحنا موجودين. هل الصلاة دي بتزعل الناس؟ وهكذا يعني. طبعا إحنا ممكن نكتفي بكده عشان الوقت، أبونا بشوي هو ولي أمري والعصمة في إيده، فممكن يقول إحنا كده الوقت راح. تعيشوا لكل لقاء لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد، آمين. نتهللك جدا يا سيدنا بوجود نيافتك معانا، وإحنا الحقيقة يعني تعجز الكلمات عن تقديم الشكر اللائق لنيافتك على تعليمك وعلى حرصك إنك تجينا نيافتك وتباركنا، أخذ بركة تعيش وسطينا وأولادك كلهم ضروري شعارين نفس الشعور ده، إنه بعد القفلة اللي كنا فيها في الوباء يا سيدنا، وفجأة يعني النور يهل علينا ونيافتك كده تباركنا، ده كان بالنسبة لنا بركة كبيرة. نشكرك يا سيدنا من كل القلب. شكرا. وإحنا يا سيدنا أولادك وما تنسناش في صلواتك وفي زياراتك، وإن كان عجزت العبارات عن تقديم الشكر اللائق، لكن إحنا يعني في عبارة كده مختصرة خالص نقول لك يا سيدنا حبابك 10، وكل ما تيجي إحنا هنكون متهللين ومنتظرين من دلوقتي الزيارة الجاية إن شاء الله. عيش وتيجي وتزورنا. شكرا.
هذا بس نختم. آمين هللويا دوكسا باتريك يوك اجيوب نيف ماتي كانينكا ايكستوس انو شيفولينغو اموس جيوبن شوي ابورو انت ابو افتون في بولخنس موت خمبي اهو او اماش Satem mono wonainan akechit harisem moi systemet o weben temelshi. Timet helloyente Jacob benogen aente maso sala. Katet sot bente David Sofia ente solo. Vieb nevma in baraklitum vieta vie geni apost. Epshoi safea rebon. Tahu erat fem ben yotet ta yoten arsheret papa avata nem ben yoten ebeskobos avara fa elevnoten ted vevet agrofi geno esrono senan mishenro neman siyo enirini ente sevio enno gajitiro sabasitin no et shalav genko Oveve Christos erie gontefkanin novinane volchen ohirini katabebneste nai kirie leiso, kirie vlogisonemi. Christos benuti. Amin esesho. يا ملك السلام أعطينا سلامك كرر لنا سلامك واغفر لنا خطايانا لك الملك والقوة والمجد والبركة والعزة أمين واجعلنا مستحقين نقول بشكر أبانا الذي في السماوات قدس اسمك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي الغد أعطينا اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر ونحن أيضا المذنبين لنا ولا تدخلنا في تجربة نجينا من الشرير المسيح يسوع محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد ربنا ولهنا خلصنا يسوع المسيح شركة موهبة وعطة روح القدس تكون معكم امضوا بسلام سلام رب يكون معكم لو تصور مع بعض عضو علشان سيدنا هيكون في وسطينا